ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أعيد انتخاب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي المنتهية ولايته موسى فقي محمد اليوم السبت لولاية ثانية على رأس المفوضية مدتها 4 سنوات، وذلك وفق ما أعلنته المتحدثة باسمه إيبا كالوندو. وكتبت إيبا كالوندو في تغريدة على تويتر إن فقي حصل خلال التصويت الذي جرى اليوم السبت في إطار الدورة العادية 34 لقمة الاتحاد الإفريقي على 51 صوتا، وقد افتتح رؤساء دول وحكومات البلدان 54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي صباح اليوم السبت عبر تقنية التناظر المرئي أعمال الدورة العادية 34 لقمة الاتحاد الإفريقي بمشاركة المغرب. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.